بسم الله الرحمن الرحيم. نور على نور، نور على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. قال العز بن عبد السلام رحمه الله: والله لن يصلوا إلى شيء بغير الله، فكيف يوصلوا إلى الله بغير الله؟ فإذا كان النور يهدي إلى الله فإنه لا يمكن أن يطلب إلا من الله. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، نور على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. والله بكل شيء عليم. إن العبد إذا تأمل كم حرم من الناس من هذا النور يعلم أنه فضل من الله محض. كم من أستاذ في جامعة لا تكاد توجد لغة إلا ويجيدها، فتسابق إليه الفضائيات، تتزاحم عليه القنوات، وله من المال الوفير والجاه الشيء العظيم، سواء كان من أهل المشرق أو من أهل المغرب، عرف هذا كله وأتقنه وبز أقرانه وتطاول على رفقائه، وغاب عنه نور الله جل وعلا، فلم تكتحل عيناه يوما بالسجود لرب العالمين تبارك وتعالى. فانظر فيما وصل وعما ظل حتى تعلم أن قول الحق يهدي الله لنوره من يشاء يستوجب كما أسلفت أن يستكين العبد بين يدي مولاه، يسأل الله جل وعلا بكرة وعشية أن يهديه إلى نوره المبين وإلى صراطه المستقيم. قال الله جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قدمت لكم هذه المادة من فريق جوال الخير.